بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعيني الأعزاء، معاكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، مطلق ومطور مشروع الأكتف سي دي. في هالفيديو إن شاء الله راح نتناول الإصدار الثامن لمناهج الفول بلاست الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1439-1440. طبعا في هالإصدار إن شاء الله راح نشاهد الإصدار إن شاء الله بكامل التحديثات والتطوير الجديد للنسخة. طبعا تم تحديث الكتب الإلكترونية والانتراكتيف وايت بورد. طبعا حنطلع على المحتوى. طبعا بالنسبة للإرشادات ذكرتها قبل كذا في مناهج الويكان والسمارت كلاس اللي هو تشغيل انتراكتيف وايت بورد، فحننتقل مباشرة لصفحة المناهج. طبعا هنا فول بلاست ثاني متوسط، اول متوسط، وثالث متوسط. طبعا هنا كتاب الطالب النشاط فول بلاست 2 اول متوسط، وهنا الثاني متوسط فول بلاست 4، وهنا الفول بلاست 6 اللي هو ثالث متوسط. طبعا كتاب المعلم، طبعا اتكلمت انه كتاب الكتب احيانا الالكترونية البي دي اف النسخ القديمة منها اكثر جودة من النسخ الجديدة، النسخ الالكترونية وليست النسخ المطبوعة. طبعا هنا اختبارات المنهج اللي هو تيست تبع الشركة مع الاوديو تراك الخاص فيه امامه، هنا الاختبارات واجابة الاختبارات. الانتراكتيف وايت بورد هذه فول بلاست 4 وهنا فول بلاست 2. طبعا هنا الموديل، هنا الورك بوك، وهنا ستودنت بوك، هنا الفول بلاست 6، هنا ستودنت بوك والورك بوك والجرامر بوك. نفس الطريقة هنا الجرامر بوك ايضا، هنا الفول بلاست 2 اللي هو ستودنت بوك والورك بوك والجرامر بوك. طبعا خلينا نرجع الاوديو، هنا ما في اوديو تراك، هنا الاوديو تراك. طبعا بامكانك انه تجعل المحادثة تعمل بشكل تلقائي بالنقر على تشغيل التلقائي، او بامكانك انه تختار اي جزء. طبعا هنا توزيع المناهج، وهنا التحضير للمناهج. طبعا كل منهج يحتوي تقريبا على 8 تحضير. هذا تحضير بالذكاء المتعددة، وهنا بطريقة التقييم، وهنا الوحدات المطور، وهنا على مشروع الملك عبد الله تطوير التعليم العام، وحدات على مشروع الملك عبد الله. طبعا هنا تحضير المجموعة الثانية من التحضير، هننتقل لها. طبعا هنا استراتيجيات، وهنا التحضير العرضي، وهنا تحضير الدروس المطول باستراتيجيات، وهنا تحضير الويب،
طبعا هنا أوراق العمل اللي هي الورك شيت والدليل الروتيني لمن أراد الاستفادة منها. طبعا هنا اختبارات الاكتف سي دي اللي هو التدريب الطلاب، قلنا على نوعية الاختبارات الفصلية والنهائية. طبعا هنا الاوديو تراكس خاصة بكل منهج. طبعا هنا قائمة الصوتيات الخاصة بالمنهج، لكل منهج في قائمة صوتيات خاصة فيه، بإمكانك أنه تجدها في الأسفل. هنا الإضافات لمن أراد الإضافات الخاصة بالأكتف سي دي، وهنا إضافات اللي هي الألعاب التفاعلية وأوراق العمل الداعمة. طبعا هذا هو الإصدار الثامن الأخير فصل الدراسي الثاني عام الدراسي 1439-1440. كان معكم أخوكم عبد الرحمن الحربي، أراكم إن شاء الله في شروحات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.